أولا الشكل التفاعل من الأجهزة الفنية اللي في خارج الخطوط مع اللعبة كان بشكل ساخر جدا، المعلقين اللي بياخدوا الموضوع بشكل طريف، والأهم إن اللقطة الأخيرة كانت في نهاية المباراة، لأن صدر كلام إن دي مهارة، ولكن معروف إن في نهاية المباراة بيتم اللعب لعب سلبي عشان خاطر الفريق بيكون حسم النتيجة، وهنا جبنا لقطة بتوضح إن الكلام ده كمان مش حقيقي. هو الموضوع فارس كان واضح جدا، لكن الحقيقه اللي انا مندهش ليه هو فكره التناول الاعلامي للحدث. ودايما احنا بنتناول اعلاميا فكره يعني نجيب اللاعبين او نراضيهم على بعض، مع ان الموضوع لازم يتنقل بشكل غير كده خالص، ان دي مهاره. ايهاب امين لما اتسال لو انت اتعامل معاك الموقف ده قال لو انا خايف ما يتعاملش مع الموقف ده هقفل رجلي مع اللعيب. لكن هي الفكره كلها لا، ناكد على دي مهاره، ونلاعب ان هو تقبل المهاره دي، ولازم اللعيبه تتقبل فكره الهزيمه، انت معرض للفوز لازم. لكن فكره خلاص تعالى ايهاب تعالى يا مشعل نحل الموضوع، فكره مش بتحل الموضوع، لان ما بتبينش مين صاحب الحق ومين المجني عليه. لكن جزء تاني من التناول الاعلامي بقى هي فكره ان انت ممكن تقول حاجه ما حصلتش. يعني مثلا تعالوا نسمع الاستاذ هاني حتحوت قال ايه تعقيب على المباراه دي. كره السله المصريه فضيحه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. الناس بتستنى مباراة أهلي وزمالك في كل الألعاب، لكن الحقيقة إن إحنا واضح مش مكتوب لنا ماتش أهلي وزمالك عدل. لما تتفرج النهاردة على مباراة في تهديد بالانسحاب ثلاث مرات. ثلاث مرات من الزمالك. بسبب إن الجمهور لأ ده أكتر من 50، بسبب إن جمهور الأهلي بيهتف. بسبب إنه لأ في شتايم. فالزمالك بيهدد بالانسحاب، فتكمل المباراة. ده وقت ما الزمالك كان متأخر ب 16 نقطة. خليني بس اخد نقطة مهمة جدا في سرد الأستاذ هاني حتحوت اللي احنا تضامنا معاه قبل كده، وقلنا بغض النظر عن مواقفه احنا مش عايزين الإساءة ليه، لكن الحقيقة هو اتكلم عن إن فكرة جماهير النادي الأهلي في شتيمة. لا، هو الحقيقة ما كانش في شتيمة، والحقيقة معد حضرتك الأستاذ أمجد كان موجود في الصالة، واسأله بنفسك هل كان في شتيمة؟ ده أولاً. ثانياً أصلاً في لعبة السلة أي شتيمة تصدر من الجمهور الحكم بيوقف المباراة ويعمل تكنيكال فاول على طول، موضوع منتهي ومحسوم، ودي ما حصلتش ولا مره في المباراه. فبالتالي فكره الصاق تهمه ان جماهير النادي الاهلي او الجزء اللي كان مصرح بيه من جماهير النادي الاهلي شتم او عمل كده يا استاذ هاني، اعتقد مش موجود تماما، بل العكس اللي حصل تماما ان جماهير النادي الاهلي كانت عندها مزيد من ضبط النفس. موضوع استفزاز كبير جدا حصل بعد المباراه، لعيبه كتير جدا من نادي الزمالك بدات تلقي بالزجاجات الفارغه على المدرج اللي فيه الخمسين المصرح بيهم للنادي الاهلي، ومفيش اي تحرك من قبل الجماهير اللي الحقيقه بنشكرهم، لان لو كان الجماهير، ودي بقى بنرجع للثقافه، لو كانت الجماهير بالشكل اللي ممكن يخلينا ننزل نتطاول او يحصل خناق بين الجماهير واللاعبين كنا بالفعل هنكون في ازمه حقيقيه. فلازم نشكر بالفعل جماهير النادي الاهلي على ضبط النفس قصاد كميه استفزازات غير طبيعيه. فارس انا كنت حاضر المباراه، كميه استفزازات من اللاعبين والجهاز الفني لنادي الزمالك بشكل غير طبيعي وغير معقول. وده عهدنا يا احمد بمسؤولين وجمهور النادي الاهلي، ولكن يبدو ان الاعلام كان منهجيته الفكريه في تناول الموضوع المساواه في الظلم عدل، وعايزين نقول ان عمر المساواه في الظلم ما كانت عدل. نطلع نشوف الفيديو ده لكابتن سيف زاهر ونرجع نعقب عليه. مش عارف اقول يعني رايي ايه في الحياه، قصه الامور تايهه، ولكن في النهايه اي لعبه بيحكمها قانون ولوائح. يوم رمضان صبحي وقف على الكوره الحكم اداله انذار لان ده ممنوع او ده غير لائق. في كره السله لوائحها زي ما بيقول او قانونها ما بتمنعش اي موقف او اي حاجه، الامور ماشيه عادي. ان اللعيبه يحصل بينهم كده عيب جدا، ان جهاز فني او جهاز ان الاجهزه الفنيه تتدخل في الحته دي او جهاز فني يكون مخطئ في المساله دي فده عيب تماما تماما تماما. فاعتقد ان زي ما اتفقوا جميع الاطراف بغض النظر عن المخطئ مش المخطئ ان اللقطه ما تصحش، واللقطه عيب في حق رموز كرة السلة وفي حق ديربي كبير زي أهلي وزمالك بيلعب مباراة زي كده. مش عارف أقول رأيي، الحكاية تايهة، وأنا أتمنى يا كابتن سيف إن حضرتك ما كنتش قلت رأيك، لأن المقارنة والقياس ما بين مهارة رمضان صبحي أو الحركة اللي عملها وهي مهارة غير شائعة قد يراها الخصم استفزازية، وبين مهارة شائعة في كرة السلة، وأنا آسف ده اسمه قياس فاسد. حضرتك بتقيس وقعة وبتسقطها على وقعة تانية عشان المشاهد يبني استدلال غير حقيقي بالمرة، والأخطر فكرة لقطة ما كانتش تصح. أعتقد في مفهوم
وهو خلق التعصب إعلاميا، بمعنى إن إحنا لما نيجي نروج لحركة غير أو لا تثير للتعصب على إنها حركة أدت إلى تعصب، إحنا بنرسخ عند الناس فكرة إن السلوك ده كان غلط، ونبدأ من حركات مشابهة كتير لأن هي وارد تحصل في اللعبة، الناس يكون عندها موقف ويكون عندها احتقان، وأعتقد مش ده دور الإعلام، دور الإعلام إن هو يرصد الأمور ويدي كل شيء حجمه، المخطئ يصنف إنه مخطئ، إنما فكرة كل الناس مخطئة وكل الناس عندها تقصير ما أعتقدش هي دي بتتحلى بمهنية أبداً يعني. ما تيجي نقفل الموضوع في النقطة دي بشكل يعني ينهي الجدل تماما ويوضح فكرة الثقافة بقى، احنا اتكلمنا عن ثقافة جماهير النادي الأهلي، كمان ثقافة لاعبي النادي الأهلي. الحقيقة السنة اللي فاتت برضه النادي الأهلي، بس المرة دي النادي الأهلي متأخر في النتيجة بفارق كبير جدا عن نادي الزمالك، ومحترف نادي الزمالك في أحد الكرات بيقع على الأرض وبيعمل حركة، دي بقى اللي نقدر نقول عليها سوء سلوك واضح، زي ما حضراتكم شايفين استوجلين، بيعمل ضغط، يعني بينزل ضغط، وده بقى الاستهزاء بالمنافس واستهزاء بالخصم، وموضوع صعب جدا ما فيهوش اي حاجه من المهاره، لا ده سوء سلوك واضح. نشوف بقى تصرف لاعبي النادي الاهلي، خدنا الكوره واحنا مهزومين وفرق كبير جدا، وهي دي سلوك اللاعب المحترف، ده اللي حصل من لاعبي النادي الاهلي زي ما حصل بالظبط من جماهير النادي الاهلي. لكن تيجي تقول اصل دي مهارة، دي حركه ما يصحش او ما يصح، هو ده اللي فيه لن نقبله، لن نقبله اطلاقا. اعتقد وقعت لاعب المحترف سلوجن استوجلين واضحه جدا، واعتقد كان في استهزاء جدا بالنادي الاهلي ولاعيبي النادي الاهلي، وتم برضه ضبط نفسه وكملنا عليه بشكل احترافي. نتمنى الثقافه دي تنتقل للاعيبي نادي الزمالك والجماهير نادي الزمالك، اللي فكره تقبل الهزيمه عادي جدا، الامر بسيط جدا، لكن كمان ترجع بعقوبات، ودي بقى حاجه غريبه جدا فيها تسويه بين الطرفين. ممكن انت تستعرض الموقف بتاع العقوبات بتاع كره السله بقى. العقوبات طبعا تناولنا الشق الخاص باللاعبين والجمهور، هنا نروح والاعلام نروح للعقوبات. العقوبات محتاجين نقف عند حاجات معينه فيها. اللاعب اللي اثار الازمه وبداها كان اللاعب الزمالك السحرتي، اخذ عقوبه 50,000 جنيه، ولاعب النادي الاهلي الجمال اللي هو بدا الاعتداء عليه اخذ 40,000 جنيه، والاثنين اخذوا ايقاف مباراتين بفارق 10,000 جنيه بين الاثنين. اداري الزمالك وائل بدر اللي نزل الملعب وتسبب في المشكله من البدايه اخذ ايقاف مباراتين، ولكن الاهم عضو مجلس اداره نادي الزمالك احمد عادل عبد الفتاح نزل الملعب واشار باشارات للاعضاء الخاصين بمجلس اداره النادي الاهلي في وجود اتحاد الكره وكانه ليس من عناصر اللعبه ولم يتعرض لعقوبه. وعندنا يا احمد حد يقدر يعقب لنا على العقوبات؟ انا عايز اقول لحضرتك بس بخصوص عضو مجلس اداره الاستاذ احمد عادل عبد الفتاح، هو ذهب في الفتره للبشمهندس لمجلس اداره النادي الاهلي واتكلم بشكل ان هو بيعتذر عن سلوك المدير الفني، لان المدير الفني لنادي الزمالك كان بيعمل اشارات صعبة جدا بيوجهها لمجلس إدارة النادي الأهلي، بدأ بقى اعتذر، وبعد المباراة بقى كمان زي ما قلنا نفس عضو القصة بالظبط. وكأن ليس عضو مجلس الإدارة من عناصر اللعبة. احنا معانا أسطورة النادي الأهلي في اللعبة.